بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم شباب؟ ان شاء الله هنعمل تجميع كده لكل الارترز وكل الشرايين والبرانشات اللي احنا اخدناها في الهيد والنك تحت عنوان الفاسكوليتشر اوف ذا هيد اند نك او البلاد فيزلز في الهيد والنك بشكل عام. طبعا البدايه دايما بتبقى من عند الكومن كاروتيد ارتري اللي بيبدا ان هو ينقسم الى شريان يسمى الاكسترنال كاروتيد ارتري، وده اللي بيبقى موجود على السكال او موجود على الجمجمه من بره، وفي عندنا الشريان الثاني اللي هو الانترنال كاروتيد ارتري. وفي الحقيقه الانترنال كاروتيد ارتري ما يهمناش قوي في الهيد والنك الا لما بيخش جوه السكال او بيخش جوه الجمجمه، لكن طول ما هو بره السكال او بره الجمجمه وهو ماشي في المنطقه ديت ما بيديش اي برانشات، عشان كده ما بنهتمش بيه قوي. لما نيجي نتكلم عن البرانشز اوف ذا اكسترنال كاروتيد ارتري ممكن نبدا عندنا بالتيرمينال برانشز. شوف انا هبدا من النهايه، التيرمينال برانشز اللي هي السوبرفيشال تمبورال ارتري والماكسيلري ارتري اللي هم بيطلعوا من الاكسترنال كاروتيد ارتري في النهايه. طبعا السوبرفيشال تمبورال ارتري بيطلع في التمبورال الفوسه، والماكسيلري ارتري بيبدا ان هو يخش في منطقه الانفرا تمبورال الفوسه، وبيدي اللي هي الثري بارت اللي هم الثلاث اجزاء، الثلاث اجزاء بتوع الايه الماكسيلري ارتري. بالنسبه لبقيه البرانشات، في برانش بيبقى طالع على الميديال اسبكت اوف ذا اكسترنال كاروتيد ارتري. يعني انا لما باجي اقسم البرانشات بقول في برانشات طالعه على او طالعه من الاكسترنال كاروتيد ارتري من قدام، يعني في برانشات اللي هي طالعه من هنا من قدام من الاكسترنال كاروتيد ارتري من قدام، وفي برانشات اللي هي طالعه من الاكسترنال كاروتيد ارتري من ورا. في واحد بقى شايف انت اللي هو ايه مستخبي ورا ده، مستخبي ورا الاكسترنال كاروتيد ده، هو ده، هو ده بنسميه الاسيندنج فارينجال ارتري. هتلاحظ ان الاسيندنج فارينجال ارتري بيبقى ميديال للاكسترنال كاروتيد ارتري، بيبقى طالع على الميديال اسبكت of the external carotid artery. عشان كده كان يجي سؤال شهير جدا short note ال branches of the external carotid، فتقول لي والله في terminal branches superficial temporal والmaxillary، وتقول لي والله في branches بتبقى طالعة من الميديال aspect of the external carotid artery. أو عشان نكون صراحة هو الشريان الوحيد اللي بيبقى فيه الميديال aspect of the external carotid artery اللي هو الاسيندنج فارينجال ارتري. ميديال اسبكت يعني الشريان نفسه الاساسي اللي هو الاكسترنال كاروتيد بيبقى لاترالي. طيب وفي عندي في الحقيقه شريانين بيبقوا طالعين من برضه من الاكسترنال كاروتيد ارتري، بس هو مش جايبهم في الرسمه ديت، اذا سنحت نجيبهم في رسمه ثانيه. شريان بيبقى طالع من هنا، بيبقى طالع ورا الاوريكل بنسميه بوستيريو اوريكولار ارتري، وشريان ثاني بيبقى رايح ناحيه الاوكسيبيتال بون بنسميه الايه الاوكسيبيتال ايه ارتري، بس هم مش مرسومين هنا. خلاص يبقى انا عندي التيرمينال برانشز السوبرفيشال تمبرال والماكسيلري ارتري. واحد بيبقى طالع عند الميديال اسبكت هو الوحيد الاسندنج فارينجال ارتري، اثنين بيبقوا طالعين من البوستيرور اسبكت او من البوستيرور يعني من البوستيرور اسبكت اوف ذا ارتري، البوستيرور اوريكولار ارتري والاوكسيبيتال ارتري، واحد ورا الاوريكل والثاني بيبقى عند الاوكسيبيتال ايه بون. في عندنا بقى هنا احلى حاجه بقى هنا الثلاثه دول، الثلاثه اللي هم بيطلعوا من عند الارتري او من الوول بتاع الايه الشريان من قدام. لو بدأنا ان احنا ننزل كده عشان نجيب البيانات، ايوه كده الثلاثه باينين عندنا. اول واحد عندنا اللي هو الفيشيال ارتري، لو جينا اخدنا مستطيلات ايوه، طبعا ده الاكسترنال كاروتيد، ادي الشريان ده اللي هو الفيشيال ارتري، خلاص كده اللي هو بيلف يلف 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 ويروح ناحيه الفيس، صح كده. في عندنا ثاني شريان اللي هو اللينجوال ارتري، في عندنا ثالث شريان ادي السوبيريور ثايرويد ارتري، وده اللي بينزل على الثايرويد جلاند. اللينجوال ارتري ده بيروح للايه للتانج، خلاص كده الفيشال ارتري ده اللي بيطلع على الفيس. هبدا معاك بالفيشال ارتري، بيبقى عنده برانش يسمى الاسيندنج بلاتاين ارتري، وقلنا ده اسيندنج يعني بيطلع بيروح ناحيه الايه البلات، وقلنا لازم تميزه عن الاسيندنج فارينجال ارتري. الاسيندنج فارينجال ارتري ده بيطلع من الاكسترنال كاروتيد ارتري ذات نفسه، بينما الاسيندنج بلاتاين برانش اوفيشال اللي هو برانش من الاكسترنال ايه كاروتيد. التونسيلر ارتري ده بيروح عند التونسلز او عند اللوز، بيبدا ان هو يلف حوالين الريمس او حوالين الايه المانديبول، وهو بيلف بيدي هنا برانش بنسميه الجلاندلر برانش، لان هنا بتبقى فيه غده تسمى السب مانديبولار سالفري جلاند بتاخد بلاد سبلاي، يدي برانش يسمى السب منتال ارتري بيبقى عند الايه الدقن، بيدي برضه برانش بيسمى الانفيرو ليبيال ارتري بيبقى موجود عند الشفه اللي هي السفليه، وبيدي برانش يسمى السوبيرو ليبيال ارتري. عشان نشوف ايه البرانشات نطلع فوق، الانفيرو ليبيال عند الشفه التحتانيه، السوبيرو ليبيال عند الشفه السفليه، الانجولار ارتري بيبقى عند الانجل اوف ذا اي، واخر واحد اللي هو الدورزال نيزال ارتري وده بيبقى عند النوز. كلهم برانشات من مين؟ من الفيشيال ارتري. خلاص هجيب لك بقى رسمتين تانيين، واحده للينجوال ارتري والثانيه للسوبيرو ثايرويد ارتري، وما تنساش ان الثلاثه بيطلعوا من الانتيرو اسبكت اوف اكسترنال